الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. صدق الله العلي العظيم. الاغتراب والارتباط بغير المسلمين والإعلام الغربي غير المسلم، أرضية الثقافة الفاسدة غير المنطقية، هناك سؤال يطرح وكثيرا ما يطرح بعنوان إشكال: أن هناك أحاديث شريفة عديدة بل كثيرة تخالف ما أثبته العلم، فماذا نصنع بهذه الأحاديث الشريفة؟ المقترح الغربي أن اتركوا هذه الأحاديث، ويعني ذلك أن اتركوا دينكم،
كلا الكلام غير المنطقي يرد، الكلام الباطل يرفض. هناك أجوبة عديدة، منها أولا الشيء الفلاني ثبت علميا. من قال أن هذا الشيء صحيح؟ من قال أن كل ما ثبت علميا فهو صحيح؟ تعلمون أكثر الأمور التي يعبر عنها بأنها ثابتة علميا هي من الأمور التي لا توجد عليها أدلة عقلية، إنما أدلة علمية. الأدلة العقلية إذا كانت المقدمات تامة والهيئة هيئة الاستدلال تامة، الأدلة العقلية رصينة جدا، لا تخدش لا ترد. أما الأدلة العلمية دائما أو في أكثر من 90% من الحالات، إن لم أقل أكثر من 99% من الحالات، الأدلة العلمية دائما يوجد احتمال خطأ، توجد نسبة في هذا الدليل العلمي بأن لا يكون الدليل العلمي تاما، دائما تقريبا. الأدلة العلمية قابلة للرفض، قابلة للخادش. الأدلة العلمية ليست قطعية، ليست كالأدلة العقلية. ما أثبته العلم عادة دليل هذا الثبوت العلمي دليل علمي لا دليل عقلي. الدليل العلمي قابل للرد، وما أكثر الأدلة العلمية التي أثبتت ما كانت أثبتت خلاف ما كانت الأدلة العلمية السابقة قد أثبتتها، ما أكثرها. ما من يوم يمر إلا ومجموعة من الأدلة العلمية تقام لرد شيء ثبت بالأدلة العلمية. هذا في أحسن الفروض، وإلا كثير من الأشياء التي يقولها الناس أصلا ما ثبتت، حتى علميا ما ثبتت، عقليا ليست ثابتة، حتى علميا ليست ثابتة. ثم ما أكثر القضايا التي لها إثباتات علمية ولكن هذا الإثبات العلمي إثبات قائم على أمور تخدش، يعني المصادر خدشت انتهت أصلا، فكر البشر تغير، رأيه تغير، نظريات جديدة جاءت، تلك النظريات اضمحلت انتهت، تلك النظريات كانوا قد بنوا عليها آلاف لا ملايين من الأدلة. الأرضية أزيحت لأجل هكذا أمور علمية نترك كلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام؟ حاشا. ثم كم من القضايا الكثيرة الكثيرة، ليست بالآلاف لو أردنا أن نحصيها، عشرات الآلاف لعله مئات الآلاف في شتى العلوم، القضايا التي كان البشر يراها بشكل آخر وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام منذ ذلك الزمان من دون مختبرات من دون أجهزة
من دون وسائل طبيعية لاكتشاف هذه المعلومات اكتشفها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. البشر ما كان يعرف عن الفلك، عن هذه الأجرام السماوية التي يراها، إلا وجود الشمس، وجود القمر، وجود النجوم، لا يعرف ما هي النجوم أصلا، ما عنده أجهزة. في ذلك الوقت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بيّنوا الكثير الكثير من الأمور المرتبطة بالفلك. الفلك لا أيدي البشر تنالها، لا تناله، لا حتى نظر البشر، نظر البشر لا ينال إلا شيء ضئيل جدا من هذا الفلك، حتى النظر لا ينال. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فصلوها تفصيلا، فقط وفقط اقرأوا مقطع من توحيد المفضل الذي يروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، المقطع المرتبط بالفلك. عجائب وعجائب، تقسيم للكواكب، أصلا البشر ما كان يفهم تقسيم للكواكب، هذه الكواكب التي يراها خلاص، لا يرى شيئا آخر. الكواكب المضيئة والكواكب غير المضيئة، أصلا البشر كان يتمكن أن يتفهم وجود كواكب غير مضيئة؟ لا، هذا الذي يراه، نجوم. كان يتمكن أن يقسمها؟ لا، في توحيد المفضل الإمام عليه الصلاة والسلام يقسم تقسيمات وتقسيمات، بعض الكواكب، بعض الأجرام السماوية، الأجرام السماوية سابقا كانت تسمى نجوما وكانت تسمى كواكب، الآن يوجد تفريق بين الكواكب والنجوم، يعني كمصطلح الآن المصطلح اختلف. سابقا كان هذه الأجرام كلها تسمى كواكب، كلها تسمى نجوما. التقسيمة، بعض هذه الأجرام السماوية لا تسير إلا مع مجموعتها، مكانها لا يتغير في مجموعتها، النجوم عادة هكذا مكانها في مجموعتها لا يتغير، الشمس مكانها في المنظومة الشمسية لا يتغير، وهي تسير مع مجموعتها. بالله عليكم، شخص ذلك الوقت قبل 1200 عام، لا أكثر، قبل تقريبا 1300 عام، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن وجود أجرام سماوية لا تتحرك إلا مع مجموعتها، ووجود أجرام سماوية تتحرك مع مجموعتها وتتحرك بنفسها كالكواكب. الأرض تتحرك مع المنظومة الشمسية وتتحرك لحالها، حركتان في وقت واحد. هكذا أمور نتركها لأجل شيء أعلى ما يكون، أنه ثبت علميا مع احتمال وجود الخطأ. معقول أصلا نترك تلك لأجل هذه؟ نترك كلام شخص قبل ألف أكثر من 300 عام، الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يبين أن النار، أن الماء قد تحترق، أن الماء قد يحترق، ممكن أصلا؟ الماء خلاف الاحتراق أصلا، الماء يطفئ النار، الماء يحترق. هذا الشيء قبل أقل من 50 سنة البشر توصل إليه، أقل من 50 سنة، بعد مضي أكثر من 12 قرنا، بعد مضي ما يقارب من 13 قرنا. غير معقول نترك الأحاديث الشريفة، هذه الأنوار، لأجل كلام أعلى شيء أنه ثبت علميا. ثبت علميا يعني أدلة علمية، قد تكون خاطئة وقد تكون مصيبة، توجد نسبة خطأ. طبعا كلامنا عن الأحاديث الشريفة التي ثبتت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نحن لا ننكر وجود أمور نسبت إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذبا. كم من الكذابين نسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أكاذيب وأكاذيب. نحن لا نتحدث عن تلك الأكاذيب، أما ثبت عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
لا نترك لأي شيء. ثم ما الذي يروى عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ يروى عن أهل البيت شيء خلاف بداهة العقل. يعني أهل البيت مثلا، هذا الإشكال الذي يورد، أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قالوا 2+2=5. أهل البيت ما قالوا هكذا شيء، قالوا أشياء البشر قد لا يستوعب بعضها، البشر ضعيف. أقرأ لكم حديث شريف. هذا الحديث الشريف عن سفيان ابن سمط لعله يقول: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا. ينقل عنك يا ابن رسول الله أشياء لا نتمكن أن نستوعبها، أشياء صعبة خلاف ما أثبته العلم مثلا، فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه. خلاص نرتاح، نقول لا، يكذب على الإمام، هذا شيء ما قاله الإمام. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: أليس عني يحدثكم، يخبركم عني، يقول الإمام الصادق قال هكذا؟ قلت بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فيقول لليل أنه نهار وللنهار أنه ليل. يعني ينقل عني أنني قلت الليل نهار النهار ليل، هكذا شيء قلت أم لا؟ يروي أمور أنتم لا تتحملون. فيقول لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل، هكذا شيء ينقل عني؟ فقلت لا، إنما أمور لا نتحملها، لا نتمكن أن نتفهمها. فقلت لا. فقال عليه الصلاة والسلام: رده إلينا، لا تكذب، أنت لا تفهم، أنت لا تستوعب، لا تقول هذا كذب، فربما كذبتنا، لعل هذا يكون تكذيب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لعل الإمام الصادق قال هذا الشيء أنت ما تحملت، نقل لك شيئا خلاف البداهة العقلية، قال لك الليل نهار النهار ليل، لا هذا باطل حتما. أما إذا قال لك شيء أنت لا تتحمله رده علينا، خلاص أتركه، لا تكذب، قل لا نفهم لا نعرف. أنت تعرف كل شيء؟ لا، هذا شيء أيضا لا تعرفه، الإمام الصادق قد يكون قاله، قد يكون ما قاله، أنا لا أكذب. فقال عليه الصلاة والسلام: رده إلينا، فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا، لا تكذب. الشيء الذي ما ثبت أنه كذب به على أهل البيت، بعض الأشياء ثبت، هم أهل البيت قالوا هذه أكاذيب نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، خلاص واضح. أما الشيء الذي لا تعلم أنه كذب على أهل البيت أم لا، لا تنكر، قل لا أعلم، رده إلينا، قل علمه عند الأئمة عليهم الصلاة والسلام، علمه عند الله عز وجل. وإلا أحيانا الإنسان يكذب أهل البيت، لو كان المؤمنون قبل 300 سنة، قبل 400 سنة يريدون أن يفسروا توحيد المفضل ما كانوا يتمكنون، الأرض تدور حول الشمس لا يفهمونه، البشر ما كان يفهم أصلا هذا الشيء، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يبينه في توحيد المفضل، الكواكب تسير لا يفهمونها، الكواكب قسمان بعضها تسير مع مجموعتها بعضها تسير لوحدها، ما كانوا يعرفون هذه الأمور. يلزم أن نكذبها لأننا لا نعرف؟ لا، لا تكذب. هذا أولا. ثانيا، الأحاديث الشريفة يلزم علينا اتباعها علميا عقليا عقلائيا. العلم يلزمنا، العلم لا أقول الإيمان، لا أقول عقيدتنا بعصمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لا ذاك شيء أعلى، لا، العلم
يلزمنا باتباع أهل البيت. يعني حتى عند اليهود والنصارى، يعني حتى عند البوذ، حتى عند الذين لا يعتقدون بإمامة الأئمة، لا يعتقدون بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، العلم يثبت، العلم يوجب علينا اتباع أهل البيت، العقل يوجب علينا اتباع أهل البيت، سيرة العقلاء، طريقة العقلاء توجب علينا اتباع أهل البيت. لماذا؟ لأنهم على أقل التقادير، على أقل التقادير خبراء، والعلم والعقل وطريقة العقلاء متفق على لزوم اتباع الخبراء. يوجد خبير مثل الإمام الصادق؟ لا أتحدث عن نظرة المؤمنين إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، عن عقيدة الشيعة بأن 14 عليهم الصلاة والسلام معصومون من الخطأ، لا، ذاك شيء أعلى. لا أتحدث عن أشخاص إذا نظرنا إلى تاريخهم العلمي نجد العجائب والعجائب. خبير لا نظير له، خبير يكتشف تفاصيل الكواكب من دون وجود أجهزة. أي شخص يسمع هذا الشيء حتى لو كان الشخص بوذيا، يسمع أن شخصا قبل 1300 سنة تقريبا بيّن تفاصيل ما في الكواكب، تفاصيل بعضها لتوها اكتشفها البشر، بعضها لم يكتشفها حتما، هذا خبير لا نظير له. هذا الخبير عقلك يقول اتبعه أم لا؟ نعم، الدليل العقلي يقول، طريقة العقلاء اتباع الخبراء. يوجد خبير هكذا؟ جئني. الكواكب شيء نموذج، ما في كيان الإنسان شيء نموذج. بعض الأمور قبل أشهر لعله اكتشفوا جزءا كم من الأجهزة، كم من أنواع المسح على جسم الإنسان، كم من أنواع الأشعات التي تكشف تفاصيل ما في داخل جسم الإنسان. لتوهم قبل أشهر اكتشفوا شيئا جديدا في جسم الإنسان ما كانوا قد رأوه. مع كل تلك الأجهزة يوجد جزء في داخل جسم الإنسان ما اكتشفه البشر، لتوهم اكتشفوا. البشر هكذا يكتشف، أهل البيت قبل ذلك الوقت، قبل وجود أي جهاز من هذه الأجهزة، الإمام جالس في المدينة المنورة يتحدث عن كل هذه التفاصيل، يتحدث عن ما في نفس الإنسان، يتحدث عن ما في عالم الطبيعة، عالم الطبيعة هذا العالم العجيب، يتحدث عن ما في بحار، ما في أعماق البحار، غواصات كانت آنذاك، الإمام يتحدث عن قعر البحر. يا من في البحار عجائبه، من كان يتمكن أن يتفهم هذا المعنى؟ اسألوا علماء الأحياء اليوم، الأحياء البحرية، في البحار توجد عجائب لا توجد مثل تلك العجائب في البراري. قبل أكثر من 1000 سنة الإمام يقول يا من في البحار عجائبه، في دعاء الجوشن. من أين علم الإمام أن العجائب موجودة في البحار؟ أصلا ما كان بحر عند المدينة، الإمام خرج من المدينة إلى أين؟ كم مرة رأى البحر أصلا؟ كم مرة رأى بعينيه البحر؟ يعرف تفاصيل ما في أعماق البحر. يوجد خبير هكذا؟ خبير؟ يوجد عالم مثل هؤلاء؟ العلم يقول بوجوب اتباع أهل البيت، بوجوب اتباع هكذا خبراء، هكذا علماء لا نظير لهم. العلم يقول، العقل يقول، طريقة العقلاء تقول. ثالثا، وهذه مشكلة المشاكل بالنسبة إلى المؤمنين، معرفة ما قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشيء الفلاني الوارد في الرواية الفلانية خلاف ما أثبته العلم. أصلا أنت فهمت كلام الإمام حتى تعرف أنه خلاف ما أثبته العلم؟ معرفة كلام الأئمة. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، اعرف معنى كلام الإمام.
حديث تدريه خير من ألف ترويه. نحن نروي أحاديث أهل البيت، كم ندري من أحاديث أهل البيت، كم نعرف، تدريه دراية معرفة. أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تحتاج إلى خبروية اكتشاف ما فيها. أحاديث أهل البيت كالقرآن بحاجة إلى تفسير، القرآن يحتاج إلى تفسير، أحاديث أهل البيت بحاجة إلى تفسير. بعض الأحاديث يفسر بعضها. أنا لا أقول أحد تمكن أن يصل إلى قمة ما في أحاديث أهل البيت، الكل يسير، ولكن كلما سرنا نكتشف أشياء. الحديث خلاف، ويوجد حديث لعلي قبل سنوات ذكرت هذا الحديث وشرحته شرحا مختصرا، ليس عني، عن طبيب متخصص. حديث شريف كثير منا لا يتمكن أن يفسره أصلا، لا نفهم. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: ما افتقر بيت فيه خل، البيت الذي فيه خل لا يفتقر. ما هو ارتباط الخل بالفقر؟ كم من الناس في بيوتهم الخل وهم فقراء. لا أريد أن أقول فقط هذا الكلام صحيح، ولكن هذا ضمن الكلام. أحد الأطباء كان يقول افتقر في اللغة العربية، هذه الكلمة أصلا مادة الفقر أساسا، تأتي كثيرا بمعنى المرض لا الفقر المادي المالي. والسر في هذا الحديث الشريف بيّن، طبعا هو بعض التفاصيل ولعلي بعضها أنا ذكرتها لكم، أن الخل مادة معقمة داخلية. بيّن بعض التفاصيل أن الخل يمر ويعقم. ما افتقر بيت فيه خل كناية عن قلة الأمراض للذي يستخدم الخل باستمرار، بصورة عامة كقانون عام، ولكل قانون عام تخصيص. أحدنا لا يفهم الرواية الشريفة، ما افتقر بيت فيه خل، ما هو ارتباط الخل بالفقر؟ يعني الخل شنو، شيء غالي؟ لا، عادة شيء رخيص ولله الحمد. لا نتمكن أن نفهم كلام الإمام فننكر، لا تنكر. بعض كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صدرت تقية، يلزم أن نعرف ظروف التقية. جهة الصدور جدا مهمة في استيعاب ما قاله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. توجد أحاديث عديدة في ذم ولد سابع. ولد سابع يعني تفسير العادي، والبعض استشكل بالفعل، يعني هذا الشخص هو سابع أهله، سابع أبناء أبيه، أولاده يكونون أناس مذمومين، لماذا؟ هكذا فسره بعض. تورط، ولد سابع مذمومون، هذه الرواية صدرت تقية. كلمة سابع اقرأها من أخيرها، يكون عباس، ولد سابع يعني بنو العباس، ذم حكام بن العباس، سابع كلمة سابع وعباس، عباس عين باء ألف سين، سابع سين ألف باء عين. الإمام كان يريد أن يبين جرائم أولئك الحكام الظالمين السفاكين، حكام بن العباس معروف جرمهم، سفكهم للدماء، انتهاكهم للحرمات، واضح ذم أولئك. الإمام لا يتمكن أن يقول بنو عباس، بنو العباس، يقول ولد سابع، بالعكس. هذه طريقة مستخدمة، يلزم أن نعرف كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ثم نستشكل. طبعا الإشكال غلط، ولكن من دون معرفة الإنسان يستشكل، هذا غريب جدا. وأمثال ذلك كثير في الأحاديث الشريفة، أحاديث يلزم أن نعرفها، هذا يحتاج إلى خبروية. كم من الأحاديث الشريفة، كثير من الأحاديث الشريفة تحدثت عن كنايات
كم من الأحاديث الشريفة تحدثت عن مجازات مع وجود قرائن على المجازات تفسرها تفسيرا حقيقيا تتورط. هذا مجاز، هذه كناية. أختم كلامي بحديثين شريفين. الحديث الأول حديث صحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام قال: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به. أسوأ أصحاب أهل البيت عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو الذي إذا سمع حديث من أهل البيت لا يتمكن أن يتفهمه وينكره. إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله، هو ما افتهم، ولم يقبله قلبه، قلبي ما قبل هذا الحديث، خلاص اشمأز منه وجحده، لا هذا الكلام غير صحيح. من أين تعلم هذا الكلام غير صحيح؟ لعل هذا الكلام كلام إمام معصوم، أنت تنكر شيئا قاله إمام معصوم لا تفهم، على الأقل اجعله في خانة الاحتمال، قل ما أعلم، إن قاله الإمام فهو صحيح، إن ما قاله الإمام لا، لا تنكر. اشمأز منه وجحده وكفر بمن دان به. للأسف أقول، عفوا، للأسف أقول هذا الشيء اليوم منتشر جدا، أنكار حديث أهل البيت لأنني لا أتعقلها، لأنني لا أفهمها. مرة الإنسان ينكر حديث أهل البيت لأنه مناقض لحديث ثاني، وذاك الحديث تدل عليه أدلة من القرآن الكريم من أحاديث أهل البيت، نعم ذاك كلام آخر. مرة لا، لأنني لا أتفهم، كيف يكون هكذا؟ وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج، لعله بالفعل نحن قلنا وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا من ولايتنا، العياذ بالله تعالى. حديث شريف آخر، حديث شريف آخر عن جابر، جابر هذا من أصحاب الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، جابر الجعفي العملاق، شخصية مرموقة جدا جدا. قال: قال أبو جعفر الإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم صعب مستصعب، لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. نحن لسنا ملائكة مقربين، لسنا أنبياء مرسلين، لعلنا نكون من القسم الثالث إن شاء الله. أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلوات الله فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. في بعض الأحاديث الشريفة، مضمون الحديث الشريف، احمدوا الله عز وجل على أنكم استوعبتم نورا من أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه، وما اشمأزت قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قالوا: علمه عند الله، علمه عند رسول الله، لا نعلم، ردوه إلى الله، لا تنكروه، لا تقولوا غلط خطأ لأني ما فهمت، لأني اشمأززت، لا،
فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد صلى الله عليهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وإنما الهالك أن يحدث بشيء منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا شيئا. هذا الهالك يحدث بحديث عن أهل البيت، هو لا يستوعب، هو يشمئز، هو لا يتمكن أن يتقبل، ينكر فيقول والله ما كان هذا شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام والإنكار وهو الكفر. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. لا يعلم يكذب، ولما يأتهم تأويله. إلى الآن ما صار الوقت لفهم هذا الحديث، انتظر. شيئا فشيئا أحاديث أهل البيت تكشف باستمرار، تكشف. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. كفر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هناك نماذج جميلة ولطيفة ومحل ابتلاء، لعلنا نوفق في وقت آخر أذكر بعض النماذج لهذا التكذيب الذي للأسف الشديد بدأ ينتشر أكثر من قبل. إنكار من قبل بعض الناس لمضامين حديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كما أمر القرآن به مسلمين لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، التسليم لهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، ارزقنا جوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد.